هو أجمل موجود في الموجودات. الإنسان دليلكم على ذلك العقل. نعم إنا خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن تقويم وأفضل تقويم وأجمل تقويم. وتقويم من؟ تقويم الإنسان. يحكى على أن الإمام الشافعي والإمام مالك، الإمام مالك كان جالس في المسجد النبوي يحدث الناس ويعطي الفتاوى، وفي يوم من الأيام جاءه رجل أعرابي، قال هذا الرجل: السلام عليكم يا إمام. قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: ما السؤال؟ قال: لقد قلت لزوجتي إن لم تكوني جميلة كالقمر فأنت طالق. إمام مالك نظر وقال: زوجتك لم تصل إلى جمال القمر، هذه طلقة، أرجع زوجتك ولا تعود لهذا الكلام. الرجل مشى يرد مرته كذا، فإذ بالإمام الشافعي متكئ على سارية جالس. قال له: يا أخ العرب، ما السؤال وما الجواب؟ قال له: السؤال كذا وكذا والجواب كذا وكذا. فنظر إليه قال: لا، زوجتك أجمل من القمر. هو يشنق عليها ورأيتها. عندك ودن ناقصة أحسن تقوي، عندك حب الشباب بزاف أحسن تقوي. بطول ثم رجعوا إلى الإمام مالك. لما رجعوا إلى الإمام مالك قالوا يا إمام، قلت كذا وكذا والله عز وجل يقول كذا وكذا. فوقف الإمام مالك تعظيما للعلم وقال: أخطأ مالك وأصاب الشافعي. شوف كيفاش الإنسان يقف ملي كتقول شي حاجة كتقول له: أستاذ رجل سيارة تما الموان تجد البليس. إيوا صافي، هاجي لبلاصتي أنت. شوف راه ولد ما قريتي والو، ما بقاش يضرب في الوقت. لأنك تقول راه هضر ما
ماما وتفرح بالسلك اصحاب مزيان قعدت تخلى الوليد ما تبع عمره سنين ضربهم لا ما زال ما عندوش علاقه داش وشحال كان جينا اكثر من 4000 كلمه نعم هي الرساله الايجابيه شوف كل واحد فيكم الله عطاه جوج عوينات صافي كيش عندو ثلاثه وكلنا جوج الحمد لله وكاين اللي الله ابتلاه عطاه وحده وكاين عطاه الله جوج وناقصه شي شويه ولكن التعبير المجازي اللي نستعمل معاه ان هاد جوج عينين اللي عندك فيهم جوج ديال الخاصيات كاين خاصيه واحده كتسمى عين الذبابه وكاين واحده كتسمى عين النحله عين النحله تنظر الى الطيب اي حاجه زوينه كتشوفها صافي عين الذبابه كتشوف اي حاجه خايبه لان الذباب لا ياكل طيبا بما تكون شي حاجه خايبه كيمشي الذباب يتجمع عليها النحله لا كان شي حاجه خايبه يبعد منها ولذلك انت في العوينات ديالك لابد ان تستعمل دائما عين ماذا واحد كتكرهه ما كتحملوش ولكن هو لا بالزوين واش كتقول والله كاع عارفين بس كتسوقها بكلمه مسخور صافي كتسوق بان كلمه مسخور بمعنى ان هذا الرجل او هذا الشخص يستعمل مجموعه من الصفات الايجابيه الان نطرح لك سؤال بسيط او قصه خطيره جدا من القصص المؤثره صراحه هذه السياره سيارتين معا جوج فيهم وحده مرسيدس اخر موديل وحده تي دي جولف تلاقاو بجوج قصيده مروعه لدرجه ان الناس بجوج اللي تما ماتوا عندهم وليداتهم الناس ملي نزلوا هكا صارت تقطعت والناس نزلوا كيجمعوا داك الجثث صور المخ هكا كيكرطوه بليز ونزلوا هكا الامعاء وكذا والعافيه جات البومبيه طفاو داك الشيء قادوا الامور في امان الله وفضيل شنو وقع؟ ملي مشاو الناس بحالاتهم واحد السيد دخل الدار ديالو ملي دخل الدار ديالو قال المرا ديالو هكا الغداء كاع موجود دوز تاكل جلس ياكل قادير هذا قلت لا باس قال لا ما قادرش ناكل فين ما يبغي ياكل شي حاجه اش كيوقع له في الدماغ ديالو انه ينظر الى ماذا؟ الى ذاك المنظر البشع اخر دخل عند الزوجه ديالو وجلس كياكل قال الشيء اللي الله يستر على القصيده خطر في مخه حيدتو ليه على طول دخل بحال ما شاف والو واحد قال مسكين هموم وحزين قال له مرتو ياك لاباس شنو وقع قال له واحد لا حول ولا قوة الا بالله ياك لاباس واحد مرسي الدري غادي يولي ما شاء الله هاي يولي ها يقول الاستاذ كيبغيني وكيقدرني وانا نفسي متحاشمش معاه شوف كيف الشاهد اخر يجي عنده يدير له يلا يا بدون ذكر اسمع الله يجزيكم انا مشيت وما تاكلوا انت دابا الان في هذا السن كيكبر معك شخصيه اخرى لداخل انت ما عارفهاش هي النمو الطبيعي ديالك الفيزيولوجي ديالك السيد ولا تخشون هذا الصوت وارتفاع الكتفين عرشه كذا كذا بانوا فيه امور ملي بانوا فيك هاد الامور هذه انت حاسس بشي حاجه جديده معاه شنو كيوقع لك ما كتبقاش تقدر والديك كبرتي فيك تقلب على القدوه كيولي معظم الوقت خصك تدوزو مع صحابك ماشي مع والديك كيولي الطياب كطيب امك ما بقاش كيعجبك كتبقى الام ديالك كهيئه كشكل ما يشرفكش تجيبها للمدرسه كتولي تقول امك ماشي عندك ما تجيش عندي الا جيتي عندي راه تقول للمدرسه علاش لان الدماغ ديالك ما بقاش راضي بالام الطياب ديالها ما بقاش كيعجبك الا كانت عندك باك سياره على قد الحاجه في السياره ما بقاش كتعجبك كتقول لها تحشم بينا علاش لماذا بقا تذكرها نفس السنوات ديال التطور لان المرحله ديال القدوه خرجت من الاسره ولات عند اصدقائها
ويصطدم ديالك هو قدوة ديالك هو كذا، فأنت تتمثل نفسك فيه. وهذا الشيء نشرحه بشكل موجز إن شاء الله. الإعلام يحكي على أن فنانة صدرت لباسا معينا في حفلة، بعد مرور أسبوع واحد 50,000 فتاة لبسوا ذاك اللباس. 50,000 فتاة لبسوا ذاك اللباس. عرفت التمر كبرى كانت عندنا شحال هذيك السنة تقدريسة. هذو خرجوا من تركيا الأفلام التركية. قالت لي أنت مسكينة لا تلبس فلول غادي تسينا معكم. قلت لها هذيك التقدريسة راه كنلعبوا غير رجال. يا البنات لا كتبوك لا لا مور. قلب على هذا لبسوا ذاك يضحكوا عليك الناس. لبسوا ذاك يضحكوا عليك الناس. لماذا؟ دي موضة مات لأنه كان مرتبط باش؟ مرتبط بالإعلام فقط. لأن كل ما كانت الصورة ديالو في الإعلام كتبان كل ما كانت القيمة ديالو مهزوزة. سالت القيمة ديالو ما بقاش فيها كيفاش تلبسوا يضحكوا عليك الناس يقول تقديم. هو راه ماشي اللباس اللي قديم، ما عادش شي جديد. الموديل ديالو فكرة مرتبطة مع الفيلم ديالي قديمة. أنت الشريف شنو كتقول ماذا؟ كتقول للنفس ديالك. انت ماذا تخبر نفسك؟ انت ماذا تخبر ذاتك؟ انت ماذا تقول من نفسك؟ واش كتقول انا استطيع ان احقق نجاحات في حياتي؟ انا استطيع ان اكون متميزا؟ انا استطيع ان اكون عبدا لله سبحانه وتعالى ام لا؟ اذا بدايه الرحله تبدا عندنا فيما قرات في زهير من؟ انت. اذا الان غادي نتحدثوا على النفس ديال الانسان. انت ملي كنديرو تعطينا صورة ذاتية، هذاك الشيء كامل، الصورة الذاتية عطاتنا إما صورة مشوهة أو صورة جميلة، وداك الصورة المشوهة أو الجميلة هي اللي كتعطينا الرضا. بعلم، بمعنى إلا شفتي راسك زوين تقنع براسك راك زوين، شفتي راسك خايب تقنع براسك راك خايب، وتقول هذا الشيء اللي عطاه الله، وهذا هو ظهري، وهذا هو ميموني، وهذا هو المكتب، وهذا هو كذا، وهترضى. إما بصورة مشوهة أو صورة ناقصة أو صورة كاملة على النفس ديالك. الآن كيف تنظر إلى نفسك؟ سؤال، كيفاش كتشوف راسك؟ زوين خايف؟ مصيبة محطوطة. أنا أحبني. حبيبة أنا أحبني. أحب نفسي أحبني أنا ماشي غير نفسي كلها شكلا وهيئة وكذا. الآخر إذا جا قال لي أنت فريا أي التفريا ما يأثرش. وهذا هو العيب ديالنا لأننا ننظر إلى الآخرين. الهدف هو أن نحن ماذا ننظر إلى أنفسنا. أنا ما عنديش ملبس، عندي صندالة مقطعة. تمام انا كنجيب ليها المدرسه عاد لا عنديش. بمعنى اللي عطى الله هو لابسها ونشط عندي حلومه كنمشي بها بيه ما عنديش مشكل. المشكل هو من يقول لي الاخر مالك لابس هذه يقول شكرا على الملاحظه عادي شكرا على الملاحظه لا خصني نلبس وكنضرب الهم والتفكير عباد الله شنو غادي نلبس وكي غادي نجي وكي غادي نكون وكي غادي كانني لا اهتم بنفسي انا بنفسي وانما اهتم بالاخرين. هذه فكره خذها براسك. اهتم بذاتك واصنع ذاتك ولا تجعل للاخرين نصيبا في تحديد وجهتك انت. انا عالم ولذلك الكفاءه والقدره الحقيقيه ديال التلميذ تكون في التخصص الدراسي والعلمي والحصول على النتائج الكبرى. كيف كنعرف ديالك؟ كن متفوق دراسيا علميا نعطيك كاع احسن من هذا الشيء كاع كامل. واخا ما عطاكش الله العلم ما عطيتيش راسك انت القدره على اكتساب العلم كن مع الرسول صلى الله عليه وسلم. اقربكم مجلسا مني غدا يوم القيامه حاسنكم اخلاقا.